تعالوا بقى دلوقتي نروح لأخبارنا العالمية. والنهاردة وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة بين ليفر والريال في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللي هتكون بكرة الساعة 9. وأعلن الليفر الإنجليزي مشاركة الإسباني تياجو لاعب وسط الفريق في التدريبات وانضمامه لقائمة مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. كان تياجو تعرض للإصابة خلال مواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد اللي فات في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان قرر كلوب ضم البرازيلي فابينيو لقائمة المباراة، وده رغم عدم مشاركته حتى الآن في التدريبات. ليفربول بيسعى للفوز طبعا على ريال مدريد وتحقيق اللقب السابع في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، وأنه يعوض خسارته أمام اللي كانت في نهائي المسابقة أمام الملكي في عام 2018.